السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم للقاءكم من هذا الوقت. أتمنى إن شاء الله تكون في جلسة مفيدة وسريعة. اسمحوا لي أقدم الأعضاء في هذه الجلسة. أستضيف الأستاذ هيثم مطر، هو رئيس مجموعة فنادق إنتركونتيننتال الشرق الأوسط أفريقيا وجنوب غربي آسيا. تفضل. ايضا الاستاذ طارق شغرود، وهو مدير تحليل وتقييم الاستثمار في وزاره السياحه. المهندس حمادي حمام، مشرف اعمال وعقد الاستثمار البلدي في وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان. واخيرا وليس اخرا سعاده الاستاذ حمد البوعلي، النائب الاول لرئيس مجلس اداره غرفه الشرقيه ونائب رئيس اللجنه الوطنيه السياحيه في مجلس الغرفه السعوديه. اهلا وسهلا. عن الاستثمار. هذه الجلسة حنتكلم فيها عن الاستثمار. عندنا حقيقة مزيج رائع من الضيوف. أشكر لهم استجابتهم وإن شاء الله نقدم مادة ممتازة. هناك من جهات حكومية، من القطاع الخاص، مشغلين عالميين. ولهذا أبدأ اليوم يمكن لسؤالي للأستاذ هيثم مطر. يمكن أول سؤال يواجهه المستثمر الآن وهو يحاول بعد الجائحة كوفيد 19، هو ما هي القطاعات الرابحة في مجال الضيافة؟ ما هي الاستثمارات الرائجة؟ كيف ترى عوائد الاستثمار الأمثل في خلال 5 إلى 10 سنين تقريبا؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الاستثمار في القطاع السياحي هو من أهم القطاعات الاستثمارية في القطاع، والعائد من أو المصدر القومي من الاستثمار في القطاع السياحي يعتبر الأعلى، عدا أن الاستثمار السياحي يسلب أو يفتح يخلق فرص عمل، يفتح فرص للاستثمارات اللي هي تعد من الجوانب السياحية اللي تكمل السياحة ككل، تجعل لنا أي وجهة سياحية تكون كاملة متكاملة من جهة ما تقدمه كوجهة سياحية. من أرباح الاستثمارات، نجاوب على سؤال اليوم، الاستبيانات اللي سوتها أو بعض الدراسات اللي سوتها من أهم الشركات في العالم، ومنها اللي وضحت اليوم أن المسافر أو السائح تغيرت بحكم دوافع كورونا وما أثر كورونا على البشرية ككل. نرى اليوم إحنا في فنادقنا أن اليوم السائح يدور على تجارب، على اختبارات فريدة من نوعها، عدا عن حجم الوظفة. من أهم التجارب اللي يدور عليها السائح اليوم، خاصة طبعاً فئة العائلات اللي هم يسافروا مع أولادهم، ويكون الأكوا بارك داخل الاوتيل مثلا. التجربه او بناء الفنادق اليوم تحول، او الارباح في الفنادق تحولت من بناء فنادق كبيره 45 غرفه 60 غرفه الى فنادق صغيره. اليوم نرى التوجه الى 60 غرفه 70 غرفه 80 غرفه بوتيك هوتيلز. هذه طبعا اليوم توفر تجارب فريده من نوعها في هذه الفنادق اللي هي بوتيك هوتيلز، عدا ان
وما ما نقول احنا نقول عن الافرج روم ريت في البوتيك هوتيلز يكون اعلى من الفنادق الكبيره. هل ذكرت انواع الفنادق ايضا، لكن المناطق القطبيه ايهم ترى يعني المدن الان لها شكل زخم كبير في هذا القطاع احتياجتها اكبر ام المدن الصغيره؟ واحنا اليوم في واحده من المحافظات يعني المميزه، كيف ترى تنويع الاستثمار؟ ممتاز، حاعطيك من تجربه لنا كمجموعه فنادق اضطرت ان ندخل في الصين. اول ما تعافى كانت المدن الناشئه في الصين، احنا يعني لحظنا طبعا اللي كانت 60% من فنادقنا في الصين في المناطق النائيه الناشئه حول الصين، فشاهدنا تعافي في هذه المناطق اسرع عن المدن المزدحمه. فالتوجه اليوم من السائح الى المناطق الناشئه اللي هي توفر تجارب فريده، اللي هي توفر طبيعه، توفر مسارات للرياضه او مسارات حتى في الطبيعه، نجد اليوم طلب عليها اكثر من المدن المزدحمه. حتى موضوع رحلات التسويق، احنا لما نعرف كان مثلا الهدف او الدافع الاول للسفر كان من الدوافع الاولى للسفر هو البحر او التشخص، كان من الدوافع الاولى طبعا الشوبينج التسوق، والدافع الثالث كان هو التواصل مع الارث والتاريخ والوجه اللي هم يزورها. المناطق الناشئه مثل الاحساء مثلا اللي حافظت على تاريخها وحافظت على ثقافتها وحافظت على هذا الارث وعلى طبيعتها، اليوم نجد طلب على مناطق مثل الاحساء والجوف والحائل والصين اكثر عن المدن اللي هي اليوم مزدحمه في السكان، او حتى صار فيها تشبع في الاستثمار الفندقي او في الاستثمارات السياحيه الاخرى. فنرى اليوم حتى من المستثمرين انه في بعض التحفظ انه يدخل والله في قلب قوي في المناطق اللي يحتاج الى دعم، ولكن احنا اليوم شايفين الطلب والتوجه من السائح على هذه المناطق، وشفنا من اول حمله ترويجيه صارت في المملكه في بعد جائحه كورونا في الصيف الاول اللي كان هو كان حمله ترويج التنفس لو تذكرها. التوجه كان الى وين؟ الى ابها، الى الباحه، الى المناطق الى الهملج، وهذه المناطق للاسف لم يكن فيها عدد غرف كافيه توفر للطلب السياح. فلذلك اليوم صندوق التنميه السياحي وهيئه وزاره السياحه وهيئه السياحه مع بعض عملوا على خطه استراتيجيه اولا لترويج هذه المناطق للمستثمر، ترويجها للسائح الداخلي والخارجي، وبناء بنيه تحتيه سياحيه، ما اتكلم عن شوارع، البنيه التحتيه السياحيه اللي هي مهمه جدا وكانت مفتقده في الماضي، اليوم من ديستنيشن مانجمنت كومبانيز من تور اوبريترز من ترافل ايجنتس لترويج وبعدين لتقديم هذه البرامج. يعني انت اليوم ممكن تروح الى الاحساء وتحصل مثلا مرشد سياحي ياخذك الى لفه في مزرعه تمور ويشرح لك عليها، هذا كان مفتقد في الماضي. لكن هذه التجارب اليوم توفرت للسائح. الطلب يزيد على هذه المناطق حسب الحملات الترويجيه اللي تخلقها هيئه السياحه ووزاره السياحه، ولكن نرجع لموضوع الشيكن اور ذا ايج. الورد يوصل وين تبدا؟ هي الدجاجه ولا البيضه اولا؟ وترجع لموضوع بلدت اند ذي ويل كام، هذا الموضوع ان ابنه حييجوا لا ما، فالمستثمر في موقف يقول لك يا اخي انا لو بنيت حييجوا، وانت تقول له حييجوا بس ابني. فهنا انت عندك طبعا المناطق النائيه والناشئه هذه لها اهميه عالية جدا في عالم السياحة، ولكن احنا ما علينا نحن كمشاغلين وكوجهات خاصة هو بناء الثقة للمستثمر من خلال الدراسات اللي نشوفها من خلال التجارب اللي قاعدين نخلقها في هذه المناطق لخلق الطلب في المناطق الناشئة. ممتاز، يعني في شركات التشغيل ايضا يعني شريك مهم لاي مستثمر، وهذا سؤال كبير. تجربتكم الحين في يعني انتم ما شاء الله
قطاع في أماكن في مدن كبرى وفي مدن صغيرة كثير يعني كذا وايد. كلمنا عن بس تجربتكم كمشغل في هذا المجال ومساعدة المستثمر في تحديد أولويات المشغل. كما تعلم أن مجموعة فنادق الانتركونتيننتال هي أكبر مشغل في المملكة اليوم. عندنا حوالي 40 أوتيل على 18,000 نفر. نحن كنا من أول علامة تجارية تدخل المملكة سنة 1975 فندق الانتركونتيننتال للرياض. وكنا من الأوائل اللي دخلوا المناطق الناهية مثل الانتركونتيننتال أبها، الانتركونتيننتال الطائف، الجبيل وإحساء. فتجربتنا طبعا في هذه المناطق ساعدتنا أولا على ترسيخ مكان هذه المناطق كوجهات سياحية، لأن دخلت علامة تجارية عالمية من هذه المناطق الناهية أو الناشئة، واستخدمنا القنوات الترويجية لنا حول العالم لخلق التوعية وجذب السياحة إلى هذه المناطق. ممتاز. شكرا أخي هيثم. أتكلم لأخوي أستاذ طارق شغلون وزارة السياحة يعني عليها عبء كبير ولها مهمة كبرى. اللي هم المستثمر الآن يعني ما هي الآلية للاستثمار الأجدى والأسرع والتي تلقى الدعم منكم في عملية تطوير موقع سياحي والاستثمار فيه، وخصوصا إذا وهل في خاصية لمناطق مثل الأحساء أو محافظات ما هي الآلية التي تتبعها؟ طيب، احنا أول شيء يقول لكم أنه في أسس رئيسية اقتصادية يبدأ فيها المستثمر يحدد مدى جاذبية الاستثمار، وحنا كوزارة عملنا دراسة تحليل خط الأساس الابتدائي والنظر إلى كم مستهدفاتنا وبناء عليها طلعنا بحجم الفرصة. فاليوم استنتجنا أنه على مستوى المملكة في فرصة كبيرة للاستثمار في قطاع السياحة في كل المناطق الموجودة في سلسلة القيمة الموجودة في القطاع. فنتكلم عن ضيافة، نتكلم عن شركات تنظيم رحلات، مطاعم، ريتيل، كل السلسلة هذه اليوم نجد فيها فرصة كبيرة. فالأسس الاقتصادية موجودة. لما نجي نتكلم عن قطاع السياحة تحديدا، أنا أشوفها في ثلاث مكابس أساسية ويمكن قد أرجع عليها هسه. السياحة قصة، تجربة وخدمة. لما نجي على القصة نتكلم عن الأحساء تحديدا، اليوم في قصة عظيمة موجودة في الأحساء، في تاريخ يمتد لآلاف السنين، في يعني التاريخ هذا ترك أثر كبير نجده اليوم في الحساء في المواقع السياحية والتاريخية الموجودة، سواء كنا نتكلم عن القصور التاريخية مثل قصر إبراهيم، مثل بيت البيعة، مثل العديد من المواقع السياحية اللي هي موجودة في الحساء تساهم من بناء قصة فريدة من نوعها تجذب السائح وتجذب الاستثمار بطبيعة الحال. ومن أفضل من يروي القصة الأهل الحساء بطبيعة الحال. فاليوم وجدنا أنه فعلا في رواية تقدم من قبل العديد من شركات التنظيم الممتازة صراحة الحساء. وحل دورنا كمنظومة عن طريق الهيئة السعودية للسياحة نعطيهم مكبر الصوت تصل هذه القصة إلى العالم عن فرادة ونوعية الحساء. لما نجي نتكلم عن التجربة، فعلا وجدنا أن التجربة تحديد التجربة يعود بعائد كبير على المستثمر. فإذا السائح وصل لوجهه ووجد تجربة نوعية واستمتع بوقته، نجد أنه الريتيرن ريت أعلى، الفيدباك للآخرين يكون أعلى، فالناس تشتري من التجربة في نهاية اليوم. ولما نجي للخدمة هي تنفيذ وتشغيل، فضروري جدا أنه يكون التنفيذ والتشغيل ذو جودة عالية. وهذه الثلاث محاور رئيسية المستثمر يأخذها وبناء عليه يحدد وش فرصة الاستثمارية. إذا وجد أن القصة موجودة، وجد أن التجربة موجودة وهو من يصنع التجربة واستطاع أن يقدم الخدمة من تنفيذ وتشغيل بشكل ملائم، احنا يعني نرى انه الفرصه تكون واضحه وقابله للتنفيذ. طبعا وش دور الوزاره تدعم بشكل كبير، اولا في مساله البيانات مثل ما قلت حددنا حجم الفرصه،
فرصه، فنقدر نروح للمستثمر ونقول له حتكون فرصه موجوده، عدد الغرف كذا، عدد جي ام بي سبيس كذا، عدد اف ام بي سبيس معين. ولما نجي على الاي دي ارز، الرف ارز، كل البيانات اللي تخدم المستثمر بانه يتخذ قرار استثماري صائب موجوده عندنا ونزود المستثمر فيها. الشيء الاخر نتعاون مع زملائنا في وزاره الشؤون البيئيه والقرويه والامانات وغيرها من جهات حكوميه مالكه للعقارات ندعم في مساله الحصول على الاراضي، وقد يعني اعرج عليها اكثر في وقت لاحق. فالوزاره اليوم داعمه في 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 كل المراحل في رحله المستثمر من بدايه الفكره وتحديد وش الكونسبت الموجود الى التنفيذ ان شاء الله والتشغيل والاستمرار في يعني الحفاظ على العلاقه مع المستثمر. ممتاز، يعني في تحسين في تحسين البيئة الاستثمارية. ماذا ممكن تقدمون في هذا المجال؟ ما هو ما هي الميزة النسبية اللي ممكن يعني نحصل عليها أو تنصح المستثمرين بإيجادها للاستثمار؟ بطبيعة الحال البيئة الاستثمارية والبيئة التشريعية بكل تهم المستثمر بشكل كبير، فحنا نشوف هذا جزء من دورنا الرئيسي انه نخلق بيئه استثماريه جاذبه للمستثمرين. والان يعني يقوم عمل في مراحل النهائيه ان شاء الله على النظر في التحديات سواء على مستوى المملكه او على مستوى المناطق تحديدا، يعني مثل ما تفضل سعاده الوكيل السابق محمود عبد الهادي يوجد بعض التداخلات اللي جينا نتكلم عن الحسد التحديد ونحن نعمل مع شركائنا ان نحلها. ففي الجزء التشريعي يوجد عمل قائم عليه بالإضافة إلى أعمال سابقة قمنا فيها. يعني اليوم تم عن طريق زملائنا في الوزارة في وكالة التشريعات بإعادة هيكلة وغربلة نظام تراخيص مرافق اللواء، فاليوم في لائحة واضحة تدعم المستثمر في أنه ينفذ الاستثمار بشكل واضح من خلال لائحة واضحة وتدعم المستثمر في نهاية المطاف لأنه يجد الجودة المناسبة. يعني هذه كلها تندرج تحت دور الوزارة كمشغل للقطاع. ممتاز. المهندس حميدي، وزارة الشؤون البلدية تقاطع كثير في رحلة المستثمر في إنشاء مشروع سياحي بالذات. ما هي بوابة الاستثمارات البلدية بداية؟ هل ممكن تعرفنا تعرف إخواننا ما هي الاستثمارات البلدية؟ طيب، أولا شاكر ومقدر هذه الاستضافة وسعيد جدا بوجودي بين هذه الجمهور الكبيرة من الخبرات في قطاع السياحة. أنت تسمح لي كده كتعريف في بشكل عام عن قطاع الاستثمار البلدي ومكوناته وأهدافه قبل الحديث عن بوابة الاستثمار البلدي وأهدافه. طبعاً قطاع الاستثمار البلدي قطاع كبير وواعد وحقيقة هو مقسم أو يدار من بشقين رئيسيين. الشق الأول هي وزارة الشؤون البلدية والتنمية وهي الجهة المنظمة والجهة الرقابية على أعمال 285 أمانة بلدية موزعة على جميع مناطق المملكة ومدنها وهي الشق الآخر من الأعمال. هذه الأمانات والبلديات الموزعة في جميع مدن المملكة لديها عقارات تطرحها للاستثمار في العديد من القطاعات منها القطاع السياحي. سبب أو أهداف الاستثمار البلدي الرئيسية الهدف الأول هو تنمية هذه المدن من خلال جذب رؤوس أموال لضخ في هذه المدن والمساهمة في توفير خدمات للقطاعات السياحية والقطاعات الأخرى وتوفير وظائف بها. الهدف الرئيسي الثاني هو الوصول للاستدامة المالية لهذه المدن. من
كمستثمر الحين ذكرت 285 عمالة وبلدية كل لديها مرس أراضي وما آخر، كيف توصل إليها؟ ما هو النظام الممكن والطريقة اللي ممكن تتصل إليها بسرعة؟ يمكن الشق الثاني من الإجابة على السؤال هذا والسؤال السابق، سابقا المناطق البلدية كانت تطرح فرص الاستثمارية وتعمل عنها في الصرف الورقية، وكانت هذه الطريقة يمكن محدودة الوصول من قبل المستثمرين ومعرفة المستثمرين في جميع أنحاء المملكة. تتكلم عن المملكة بمساحة قارة استثمارات تطرح في شمال المملكة يمكن للجنوب المستثمرين، جنوب المملكة يكون لديهم علمية. فجاءت مبادرة وزارة الشؤون البلدية في إنشاء بوابة الاستثمار البلدي والفرص كإحدى مبادرات تطوير منظومة الاستثمار البلدي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة. هذه البوابة هي عبارة عن جسر للتواصل بين 285 أمانة بلدية الموجودة في جميع مناطق المملكة مع المستثمرين داخل وخارج المملكة، بحيث تمكن أي مستثمر يبحث عن فرص استثمارية في القطاعات السياحية أو القطاعات التجارية أصبحت عندنا نماذج استثمارية مختلفة سواء كان براون ليز أو شراكة
لتجهيز وإنشاء المشروع خصوصاً المشاريع الكبيرة تصل في حد الأعلى إلى 10% من مدة التعاقد، وهذا كمحفز وعنصر تحفيزي للمستثمرين في هذا القطاع الإلكتروني. أعتقد كانت هناك فكرة في حتى تأجير لفترات قصيرة. نعم، بالإضافة إلى زي ما ذكرت أتاح الفرصة سابقاً كان فقط النماذج التعاقدية في خلال منافسات استثمارية وفترات تكون طويلة سنة أو أكثر إلى 5 سنين. الآن عندنا خدمة إضافية اسمها التأجير المؤقت تتاح للمستثمرين في القطاع الترفيهي والسياحي لإقامة الفعاليات والمناسبات إمكانية استئجار هذه المواقع المتاحة للعمالات بشكل مباشر، وأصبحت المواقع عبارة عن بورتال لعرض المواقع المتاحة لتلك المواقع سواء كانت شواطئ أو حدائق أو حتى طرق أو مرافق عامة، يستطيع تأجيرها من يوم إلى 90 يوم بشكل مؤقت بحيث أنها تسمح للمستثمرين في القطاع الترفيهي والسياحي بالاستفادة من المواقع في القطاع من الفعاليات والمناسبات والمؤسسات. إذا يعني أن الفرص الاستثمارية في المنصة هي ليست فقط الفرص الاستثمارية الواضحة ومعروفة قيمتها والمتطلبات للاستثمار، ولكن أيضا المواقع المتاحة لأي أحد لأي طلب آخر. هذا نعم شقة رئيسية عندنا الفرص الاستثمارية اللي هي المنافسات هذه طويلة الأمد عقودها تكون من سنة إلى 50 سنة، وعندنا فرص التأجير المؤقت هذه الفرص تعرف البوابة بحيث أنه يكون سعر التأجير مثلها مثل أي فندق مثلا من يعرض غرف في الفندق ومتاحة بالسعر الفلاني في اليوم الفلاني، نفس الموضوع في البوابة المتيحة العقارات البلدية كواجهات بحرية أو حدائق أو مرافق بلدية للتأجير باليوم والسعر يكون موجود ومتاح، والاستجابة والريسبونس للطلب هذا within 5 to 6 days يجي الرد المستثمر بالموافقة، وإذا كان في موافقة يصدر العقد الإلكتروني من خلاله. استمعنا في هذه الجلسة بالممثل المشغل ممكن للاستثمارات، استمعنا للقطاعات الحكومية يعني نموذجين حقيقة يشرفون في كيفية تسهيل أعمال الاستثمار. الدور الأخير الأخ حمد أبو علي هنا تمثل حقيقة المستثمرين، دوركم في الغرفة التجارية سواء في الغرفة الشرقية أو في اللجان الوطنية وبالذات في اللجنة السياحية، يعني ما ترى فين هي القطاعات السياحية الواحدة اللي تراها الآن وكيفية استخدام الممكنات اللي عرضها الأخوان قبل شوي في تحديد أي قطاع حجمه ومكانه وفين وفين ممكن والأحساء قد يكون مثال لمثل هذه الأماكن حسبتوا إليه تفضل. آخر شيء ما سمعت الصوت ما ينسمع الصوت عندنا الصوت ما ينسمع بس مساكم الله مزيان جميعا أتشرف اليوم أن يكون موجود من ضمن الحراك الكبير في القطاع السياحي في المملكة. بالنسبة للمشاريع الاستثمارية في السياحة وفي الأحساء بالذات احنا نشوف ان يعني في كثير من المجالات اللي اليوم الشباب الصغيره والمتوسطه والشباب والبنات وكذا مسؤول عليها منها مشاريع الضيافه اليوم على سبيل المثال في كثير من مدن العالم نشوف ان الواحد يزور هذا بسبب مطعم معين او فندق معين وهذه صارت حتى في الاحساء بالذات. فاليوم في منطقة الأحساء في كثير من الأماكن والضيافة اللي وصل الناس يجونها من الرياض ومن الزمام ومن الخبر بالذات في المشاريع هذه. ما أبغى أذكر أسامي أساس الواحد ما يعني ما ينسى أحد ويزعل الآخرين، لكن هذه أحد الأشياء. بعدين عندك الإرث الثقافي والإرث التاريخي في الأحساء اللي ممكن الواحد يركز عليه بشكل كبير، وتنظيم الرحلات السياحية اللي شفناها الفترة الماضية بشكل كبير وفي شركات كثيرة رائدة في المجال هذا وصلت يعني كثير
زيارة هذه المواقع والصور التاريخية والسيارية ومثال زي مدار الإخوان اليوم وحياة الأصفر وتبدأ كثير من المشاريع. ممتاز. كنت ذكرت موضوع المشاريع المتوسطة والصغيرة. طبعاً ما هو تتوقع الحين الدور القطاع الحكومية بالتغير؟ هل كيف ترى دور القطاع الخاص في التطور ومنحنة هذا ومنحنة هذا التطور في قطاعات وخدمات؟ كيف ممكن الاستفادة من تغيير طريقة مقاربة الأعمال في القطاع الخاص؟ والله يبقى عندك القطاع الحكومي يمكن أسرع بكثير من القطاع الخاص. التغيرات اللي قاعد تصير في القطاعات الحكومية يعني لتواكب رؤية 2030 يعني احنا كقطاع خاص مو بدري عنك ما شاء الله تبارك الله الشباب في وزارات مختلفة يعني التغير اللي قاعد يصير طبعا كله في مصلحة القطاع الخاص في مصلحة القطاع العام لكن يعني لازم لازم شيء يكون مع التطور اللي قاعد يصير زائد اليوم المشاريع التقليدية يعني تجي بتسوي مثلا اوتيل عادي بدون ما يكون في سيلينج بوينت معين وغيره وغيره ما راح يجي فالشغل التقليدي اعتقد انه يعني من الصعب انه يواكب الاهداف اللي قاعد تصير اليوم والتغيرات اللي قاعد تصير في المملكه والعالم بشكل عام يعني وزائد التقديم يعني اليوم عندك يمكن من افضل من اكثر التحديات اللي تقديم افضل خدمات افضل عشانك تنافس سواء تنافس مدن أخرى موجودة في داخل المملكة ووجهات أخرى أو خارج المملكة. أيضا الكريتيفيتي إنك تفكر خارج الصندوق وتطلع بمشاريع سياحية جديدة تنافس التطور اللي صاير وتنافس التغيير اللي صاير في المملكة. اليوم المستفيد مو زي المستفيد قبل 5 سنوات ولا هو نفس المستفيد اليوم 10 سنوات. اليوم بعض الناس تسافر لجلسة بيوتها من السوشيال ميديا سناب شات انستغرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي ولا بد انك انت تواكب التغير تطلع بمشاريع جديدة عشان ابو سليمان يمولك المشاريع اللي تطلع فيها اذا ما كان مشروع نوعي ما راح يعني يصير تمويل لا بالدولة ولا بيكون فيها اليوم الدولة ووزارة السياحة وصندوق التنمية السياحية هذه تدعم المشاريع بشكل كبير، لكن لازم تجي بالفكرة اللي تناسب التطور وتناسب الاكسبكتيشن اللي طالعة من الحكومة ومن الولايات التشريعية. ممتاز، نعاكس مرة أخرى على الأحساء والمحافظة. في رأيك ما هي أهم ميزة تنافسية للاستثمار فيها في الأحساء؟ نعم. اليوم الأحساء عندها مميزات، الأحساء فيها مسمى، الأحساء فيها ترابط اجتماعي، الحسا فيها من كرم الحساوي، الحسا فيها عقول من شباب وبنات، الحسا فيها ايدي عامله تصدر باقي مناطق المملكه، اليوم اللي عنده مشاريع في الحسا او عنده مشاريع في الدمام ولا في الرياض تشوف ناس تعمل من منطقه الحسا يمكن ما تحصلها في باقي مناطق المملكه، فهذا شيء مهم جدا اليوم انك تلاقي الايدي العامله خصوصا مع نظام وزاره العمل والموارد البشريه وارتفاع التسعود ونبي ندعم شبابنا وبناتنا. الحاسة فيها ألف تاريخي وألف جغرافي يعني ألف تاريخي آسف آلاف السنين وألف ثقافي أيضا. الموقع الجغرافي للحاسة سهولة الوصول لكثير مناطق المملكة سواء الدمام أو الرياض أو غيره زائد أنها على عندها حدود برية مع عدد من الدول. أيضا التضاريس المختلفة في الحاسة بحر، عندك بر، عندك جبال، عندك زراعة، عندك بحيرات، هذه اللي ما تحصلها في أماكن كثيرة من المملكة. فأنا أعتقد أن مقومات الاستثمار في الحسا كثيرة. الحسا غنية بطبيعتها وبهجتها. ممتاز. بعد استعرضنا الجولة مع الأخ الحضور، إذا أحد في عنده سؤال قبل ما أوجه سؤال ثاني طيب أنا مثل ما بدينا الأخ هيثم
ودي أن تختتم بجملة بتوصية ما هو مشروع الناس الآن وفرصة نزلت لتنسل التفاصيل، لكن ما هو ترى الشريحة الغائبة الآن في قطاع الاستثمار بدأت في الفنادق في محافظة العسا؟ ما هي الشريحة للاستثمار؟ الاستثمار في محافظة العسا تعرف اللي طرح الأخ حامد مهم جدا، لأن الدراسات الأخيرة أثبتت أن الجائحة زادت من الوعي بأهمية الترابط الاجتماعي والبيئة، وما ذكروا في العسا وجود الترابط الاجتماعي القوي والبيئة اليوم اللي هي تحفز على الاستثمار وتحفز على السياحة في نفس الوقت. إضافة إلى تكلمنا برضو على موضوع خلق الثقة لدى المستثمرين في للاستثمار في مناطق نائية وناشئة مثل حساب اليوم صندوق التنمية السياحي يوفر تمويل بتكلفة أقل على البنوك، على أن يوفر تمويل لمدة أطول على البنوك لمدة 15 سنة مثلاً، يوفر نوع من الجارانتي للمستثمر اللي يدخل على هذه المناطق ليعطي ويحفز هذه الثقة، من محفزات وبناء الثقة مثل ما قلنا قبل، إن اليوم خلقنا وزارة خلقت بيئة للاستثمار، وهنا جت صندوق التنمية وخلق إيش المحفزات اللي تساهم على خلق الثقة في الاستثمار في هذه المناطق. الإحسان إحنا كمشغلين دخلنا عليه سنة 2002 وما تزلنا الآن ونحن نعتبر المشغل العالمي الوحيد تجارية عالمية في المنطقة في الحساء، نرى أن الفرص لجذب السياحة لهذه المنطقة عالية جدا، نرى أن فرص الاستثمار موجودة اليوم مثل ما ذكرنا بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة اللي هي أكثر مربحة اليوم، يعود إلى الشريحة المهمة من الفنادق، الشريحة التي تقدم التجارب وتقدم الاختبارات للسائح اللي هي مستوحية من السوق المحلي في الحساب. يعني اليوم لو دخلنا وفكرنا في المملكة الكويتية، تعال للمدن الكبيرة، دخلنا إلى الرياض أو جدة، أنت ممكن تجد فندق 5 نجوم في جدة أو في الرياض، ولكن ما ممكن تجد جدة ولا الرياض في فندق 5 نجوم. ليش؟ لأن التجربة هي أكثر من أنك تقدم الكوفي والتمر، التجربة هي في كل مكان، ولكن كيف ندخل التجارب اللي هي مستوحية من البيئة اللي فيها الأوتيل مثل الإحساء اللي فيها خيرات تراثية وإرث عميق جدا وتاريخ يدخل إلى استثمارات الفندقية اليوم لخلق التجارب بكل سنة اللي يتوجه إلى الإحساء وأي منطقة ناشئة. شكرا لكم إخواني، شاركوني في شكر الأخوة الأعزاء والأستاذ الكرام على تقديم معلومات هذه، وشكر لكم اللي صدقكم.